أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من أراد أن يتعرف على عظيم من العظماء فهناك مجموعة من الطرق تعرفه على هذا العظيم الذي يبحث عنه. الطريق الأدق والطريق الأسرع والطريق الأفضل أن تذهب إلى عظيم آخر يعرفك على هذا العظيم الذي تبحث عنه. ونحن نعيش في رحاب وذكرى سيدنا ومولانا الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. دعونا أيها الكرام أن نذهب إلى عظيم من العظماء يعرفنا بمقام مولانا الأكبر عليه السلام. نقف إن شاء الله تعالى على كلمتين لهذا العظيم حتى يعرفنا على الأكبر عليه السلام. العظيم والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هناك مجموعة من الكلمات صدرت من إمامنا الحسين عليه السلام في حق ولده الأكبر. الكلمة الأولى قالها بعد مقتله: بني قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. تقرؤون في الزيارة: كما من عليك من قبل وجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذهاب الرجس يعني العصمة. طبعا عندنا إذهاب دفعي وإذهاب رفعي. الإذهاب الرفعي يعني كان الرجس والله تعالى رفعه وحاشا لأهل البيت عليهم السلام. الإذهاب الدفعي قبل أن يصل إليهم دفعه الله تبارك وتعالى. الشاهد الثاني قراءة الإمام الحسين عليه السلام آية الاصطفاء عندما برز الأكبر عليه السلام: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الشاهد الثالث: الأكبر صلوات الله وسلامه عليه لما أراد أن يودع العيال تمسكن به، وإذا بالإمام الحسين عليه السلام قال: دعنه فإنه ممسوس في الله ومقتول في سبيل الله. طبعا هذه لفظة ممسوس في الله أيضا واردة في مدح مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. كذلك الإمام الحسين عليه السلام استخدم هذه المفردة مع ولده الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، إذ أنه وصل إلى القرب المعنوي وإلى أعلى درجات القرب المعنوي. الأكبر تمتع بهذا القرب صلوات الله وسلامه عليه. من هذه المفردة البعض يستفيد: العصمة للأكبر. الكلام الذي افتتحنا به الحلقة: الإمام الحسين عليه السلام قال: بني قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. الحرمة تنتهك إذا قتل الولي الأكبر، الحرمة انتهكت بقتله. أما ما يتعلق ويرتبط بالكلمة الثانية لسيدنا ومولانا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. طبعا لم يذكر المؤرخون شخص يشبه النبي صلى الله عليه وآله كالأكبر أبدا. الأكبر مو شبيه،
إخواني مو شبيه لرسول الله صلى الله عليه وآله، الأكبر أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقاً وخلقاً ومنطقاً. نعم عندنا مجموعة من أهل البيت عليهم السلام كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وآله، ولكن في بعض الصفات، منهم الصديقة الشهيدة الكبيرة العظيمة الزهراء عليها السلام كانت تشبه النبي صلى الله عليه وآله مثلا في الروايات في مشيتها. جعفر الطيار كان يشبه النبي صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله أو إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، ولم يقل منطقي في علي ومنطقي كما قال أو أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا كما قال الإمام الحسين عليه السلام. إذن أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وآله هو الأكبر، يشبه النبي صلى الله عليه وآله في خلقه، والنبي أجمل شخص خلقه الله تبارك وتعالى. يقول الشاعر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. النبي صلى الله عليه وآله أجمل الخلق، الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا الأكبر عليه السلام أيضا يشبه النبي صلى الله عليه وآله في أخلاقه. النبي صلى الله عليه وآله القرآن يقول وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وآله تعطى في الأخلاق. الأكبر أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله في أخلاقه، كذلك في منطقه. وبها الختام، الأكبر عليه السلام أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله منطقا. لذلك أن سيد الشهداء عليه السلام في يوم عاشوراء طلب من ولده الأكبر أن يؤذن حتى يتذكر النبي صلى الله عليه وآله، وإلا الحسين له مؤذن الحجاج بن مسروق، لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يودع هذا الصوت النبوي من صوت الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. عرفنا الله وإياكم شيئا من حقه وشيئا من فضله بفضل الصلاة على محمد وآل محمد.